السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من قناة دحوم فور كاردز. طبعا أخويا الكرام، بحكم أن خلصنا سلسلة تجديد الكابرس، فما شاء الله الحين دخلنا على سلسلة جديدة بإذن الله. طبعا سوينا لكم تصويت قبل كم يوم لكن على سناب شات، فعموما كان التصويت ما بين عدة خيارات، من أبرزها التجديد يكون على تويوتا لاند كروزر أو جيم سييرا. طبعا التويوتا لاند كروزر من 2000 عفوا من موديل 98 الى موديل 2007، وجيم سييرا مو موديل طبعا 2000 الى 2006، وهوندا اكورد اقل من 2008، وبرضو تويوتا كامري. فما شاء الله حصل التصويت اكثر شيء على تويوتا لاند كروزر، وابشركم الحمد لله بحثنا عن لاند كروزر، مواصفاتها تكون حلوه ووقفه السياره تكون جميله، ان نقدر نضبطها نصلحها وما تكلفنا شيء كثير، وبرضو تسعدكم. فعموما خلونا مع السياره. بحثت عن مواصفات معينه، اهم شيء يكون جير عادي وشكل السيارات جميل. طبعا اكيد بحثت في احد المواقع المشهوره لبيع السيارات المستعمله، فالحمد لله حصلت اختياري وارسلت اخوي سلمان يروح يشوف السياره، يعني يلقى عليها النظره، مع انه ما حبيت ادقق صراحه على كثير من الامور، يعني ما حبيت افحص السياره فحص كامل. قلت له حبيبي ما دام السياره كويسه وسواقتها كويسه ابد توكل على الله وخلنا ناخذ الموتر. فعموما خليني اصور لكم الموتر وبعلمكم وش ابرز الاشياء بحاول اضبطها في الموتر، وبرضه لكم الخيار تبغون السياره تكون ستايل طبعا بولين، او تكون السياره تجديد على الوكاله. طبعا كله بيكون في تجديد بالكامل، لكن المقصد هل ستايل تبغونه شد مصنع او ستايل بولين، والسياره بتنتفض من اولها لاخرها باذن الله تعالى. وزي ما تشوفون هذه هي المبروكة اللي بتكون عليها السلسلة، تويوتا لاند كروزر في اكس ار موديل 1999. يعني اتكلم عن سيارة قبل 20 سنة بالضبط. انا جايب لكم سيارة الحين يعني ممكن تكون اكبر بكثير من اعمار المشتركين بشكل كبير. هذه هي في اكس ار في الكامل، في 8 جير عادي، مقاعد جلد، فتحة سقف، طبعا نظام صوتي، ثبت سرعة إلى آخره. السيارة بشكل عام حسب ما فهمت من رأيه مرشوشة بشكل كامل، فيها بعض الأجزاء اللي يكون فيها رش عفر سمكرة، طبعا لونها أخضر زيتي. عموما السيارة مرشوشة كامل، مجددة بويتها، تجديد بوية بسبب تجديد بوية المحرك الـ V8. خلينا ناخذ جولة الداخلية. طبعا هذا خلفية سبير علاق زي ما تلاحظون، باب صفاق يسمونه، اللي هو البيبان العادية، وهذه السيارة من الداخل طبعا يبغى لها تجديد اكيد ما يحتاج. نتكلم عن سيارة عمرها 20 سنة من الان. طبعا مقاعدها جلد، يبغى لها صراحة يمكن اسوي لها تنجيد كامل، ولكن برضو اعطوني اقتراحاتكم، هل تبغون التنجيد تنجيد زي الوكالة، يعني نجدده زي حق الوكالة، او نعطيه ستايل مثلا زي النبل وسط دايموند، نخلي اطرافها زي اطراف الوكالة ونعدل فيها. هذه هي طبعا فتحة سقف، هذا تكييفها الخلفي، فيها دوفلوك، حتى دركسونها كهرب ما شاء الله، بس تعطيها سويتش على طول ينزل معك. هذه السيارة من الداخل، تصدقون ان يوم شفت انا حسب مكيفها فرار عادي، طلع لا في اوتو زي ما تلاحظون. هذا هنا زر الاوتو حق المكيف، عادي خمس سرعات، هذا الدبل، الدفع الرباعي المستمر. طبعا انا امس شاري السيارة فرايها يدخن الى اخره، فتشوفون اثار دخان، لكن عموما بننظفها كامل، فيها مثبت سرعة ما شاء الله. هذه ودوفلوك يعني ما شاء الله متكاملة، يعني من حيث حتى يوم حتى لو ما حبيت ابيع مستقبلا فالسيارة تنفع لي، بحكم انا انسان احب السيارات الاوفرود. بشكل سريع السيارة صراحة اعتقد اني ابغى لها كراسي ماكينة، محركاتها طيبة جدا ما شاء الله، جيرها طيب محركها طيب، بس يبغى لها كرسي ماكينة. نبغى نغير المساعدات، نشوف المساعدات اللي عليها، نحاول نحط مساعدات رياضية إذا طبعا تبون ستايل، أما تبون شد مصنع لا، حتى الجنوط اللي عليها الحديد اللي بنشيلها ونرجع جنوط الوكالة.
لكن انا شايف ما شاء الله الاغلبيه يبغون بوالين، يعني يوم التصويت وسوينا او جيب جكسار او فكسار واقلب بوالين وركب هيدرز وركب الى اخر اكزوست. صراحه من الاشياء الممتعه تسوق فكسار غير عادي من جد، يعني من موديل 98 2007 تحس جد تسوق سياره غير عادي. خليك من سيارات غير عادي العاديه السيدان، لا لا تعال اركب لاند كروزر واركب باترول فتك الجير العادي يا رجل، سياره تحس كل تعشيقه فيها عزم. فهذه ميزه جميله جدا صراحه ما راح تلاحظها الا في اللاند كروزر. عموما اخوان الكرام بنروح نغسل السياره ونشوف حاله السياره وش تحتاج من تجديد خارجي. هل مثلا تحتاج تغيير الشمعات، تحتاج تغيير الشبك، الازياق نبي نركب جديد الى اخره، مناطق تبغى رش من جديد، لان السياره زي ما ذكرت انها مرشوشه فبناخذ راحتنا بالتعديل والتضبيط عليها. لكن بشكل عام ان المحركات والبودي وقفته الطيبه فهذا اللي يميز السياره. عموما خلونا نروح للمغسله، والان موجه الى احد المغاسل القريبه. طبعا الغسله بس غسيل عادي، شوف اذا كان عندهم بستم نغسل بستم. طبعا فحصت السياره امس سلمان اخوي فحصها ما شاء الله نجحت على طول، والله ما توقعت ان تنتقل بنفس اللحظه، توقعت انها تروح يوم الاحد الاثنين بحكم انه برضه الاستماره منتهيه، لكن الحمد لله الحمد لله من جد، يعني الحمد لله بفضل الله احنا عندنا الخدمات الالكترونيه في السعوديه يعني شيء قوي جدا. تخيل انك تجدد استماره وتفحص السياره تنقلها بنفس اليوم ما عندك اي مشكله، اهم شيء السياره تكون سليمه. وهذه السياره الحين وصلت المغسله، بغسلها بستم يبغى لها ساعه ان شاء الله ونشوف العروسه ايش بيصير فيها. وهذا الفكسار بعد الغسيل. طبعا البودي ما شاء الله يعني ما يحتاج لا سمكر ولا شيء. خلينا نفتح الموتر. هذا هو الداخل بعد غسيل. طبعا زي ما ذكرت ان المراتب يبغى لها تنجيد. المراتب هذه رعيها شايلها وبيغسلها لنا بعد كم يوم، رعي السابق يعني. تندة، هذه تندة من الوكالة مرتشت، فموديل السيارة كم لها 20 سنة، ثنبهت خلقه. طبعا ما شاء الله على أن لها 20 سنة. شوف الدركسون طبعا بالي نفس النظام الامريكي، اضغط الزر وخلاص يشتغل، او اضغط السويتش هذا والتحكم بالركسون. ما شاء الله حتى لنت شغال، بس مسجل وكالة مو موجود، ببحث عن مسجل الوكالة لاني صراحة احب شيء ستوك، يعني ستوك ستاندر مو بستاندر، احب اشد مصنع. فهذه الفكرة. حتى هذه الرمانة بدور على الجلد منها الاصلية، لان هذه الاصلية بس راح الجلد مع زود الاستهلاك. والتلبيس هذه برضه بفكها بشوف ايش وضع الدركسون تحت، يعني ابرز الاشياء اللي بنشتغل عليها حاليا اول شيء الاشياء الميكانيكيه، كراسي الماكينه، الفحمات، نشوف المساعدات وضع المساعدات، اي شيء يحتاج تغيير منها نغير على طول. وبخصوص البودي صراحه انا ما اشوف في شيء يحتاج غير الشمعات الاماميه، واعتقد ان الشبك وفي كلمة الـ V8 طيرها اللي قبل شوي كان يغسل السيارة الظاهر. وبالنسبة للداخلية لا يبغى له تنجيد، وعندنا باب الراكب تشوفون فيه في هذه الجلد حقه ما ادري كيف قايل. عموما بشوف انا مركز الابداع لخويي اذا ضبطها لي ولا بجيب باب تشليح. هذه ابرز الاشياء اللي بشتغل عليها. بعد ما اخلص هذه الامور نبي نبدا نفكر الستايل، هل مثلا نفكر نشيل الخط ونلمع تحته ونخليه بدون خط، او مثلا نجدد الخط نفسه بس نجيب له خط جديد، اصلا الخط اللي عليه مو بصلي.
باهت لونه يعني لو كان اصلي ترى ما 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 يبهت حتى بعد 10 سنين 15 سنه ما يتعب زي التجاري. ونشتغل بعدين، هل تبون مثلا نبدا نشتغل على فكره الهيدارتس الدبات الصوت الى اخره. فعموما اعطوني رايكم وانطباعكم على السياره، هل تستحق التعب او لا؟ عموما بشكل عام انا بالنسبه لي كعبد الرحمن افضلها على يعني مثلا قاعد اصلح بكابرس، لان هذه السياره خلاص انفضها مره واحده 5 سنين 10 سنين على حسب نفضتك اصلي، خلاص كانك قاعد تشتري سياره جديده النفضه حقتها. محركاتها طيبه ما شاء الله تبارك الرحمن، جيرها طيب، دبلاتها طيبه، فهذه ابرز الامور. اخواني الكرام طولت عليكم، اتمنى تكون عجبتكم السياره، اقتراحاتكم كلها ان شاء الله استطيع اني اقراها، وبرضه التصويت وش تبون سياره ستايل بولين ولا شد مصنع، موتر شد مصنع يكون كفرات الوكاله جنوط الوكاله وقفه الوكاله، او بولين برضو مع تجديدات الوكالة بس مثلا زي مثلا التنكيسة من قدام الاكزوست الى اخره. فعموما يلا نشوف اقتراحاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وضيفني على حسابي بسناب شات علشان يوصلك كل جديد من اسعار السيارات وعروض السيارات، صور الشاشة وضيفني.